تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. حلمي طولان الراجل قال جاي، الراجل قال جاي من جماهير نادي الزمالك ومن اعلام نادي الزمالك ومن حكام نادي الزمالك. الراجل في المؤتمر الصحفي، قال ايه؟ قال اللي له ظهر ما بيتضربش على بطنه، واحنا كل مباراه قدام الزمالك بنتضرب على وشنا وعلى بطننا وعلى كل حته، مش كده وبس؟ لا ده في صحفي زملكاوي كمان شد معاه وابتدى يستفزه عشان يقول كلام وخرج كلام عشان حلمي طولان يعاقب. طيب انا مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف حلمي طولان قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. بس ما في الفيديو تدعمنا بلايك وشير، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد ينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف حلمي طولان قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. امبي بشكل كبير جدا، بحيي لاعبتي على ادائها وعلى انضباطها التكتيكي داخل الملعب وغلق جميع المنافس امام نادي الزمالك. طبعا تسبب ضربه جزاء من وحي الخيال على راي حكام مصر اللي على الفيسبوك كلهم، من وحي الخيال ضربه جزاء. وبعدين انا بستغرب ليه الفار ما نادهولوش، انا عايز تفسير، يعني ليه الفار ما ناداش للحكم عشان يتاكد انها مش ضربه؟ نعم، لو في حاجه كان الفار، لو في حاجه، طب ما فيش حاجه اساسا، هو ما فيش حاجه اساسا. انا فاهم، والله انا فاهم، انا بفتري بضحك يعني، لكن انا شايف ان فرقتي اكثر وصولا، فريقي اكثر وصولا لمرمى الزمالك، وصلنا كتير جدا، ضيعنا فرص فرصتين على الاقل في الشوط الاول من بيتر وجون، جولين مليون في المية. الشوط الثاني برضه واصلين لجوه منطقه جزاء الزمالك، ضيعنا فرص كتيره. انا بحيي لاعبتي وبشكرها بالرغم من الهدف الاول الظالم، واعتقد ان ده اثر بشكل كبير جدا، لكن واضح ان فرقتنا بتلعب بنظام، بتلعب باسلوب تكتيكي جيد جدا. يكفي ان الهدفين اللي جم، طبعا هدف الاول ضربه جزاء غير صحيحه بالمره، الهدف الثاني خطا في المراقبه داخل منطقه الجزاء، لكن انا بالرغم من كده انا سعيد باداء فرقتي وبحييهم وبشكرهم على ادائهم، واتمنى يا ناس اللي ملوش ظهر بيتضرب على بطنه، اللي ملوش ظهر بيتضرب على بطنه، يا ناس لو سمحتوا، لو سمحتوا كده كتير، هو ده امتداد للموسم اللي فات ولا ايه؟ انا مش عارف، مش قادر اقول اكتر من كده. نعم، يعني ايه ملوش ظهر يتضرب على بطنه؟ هو كده، لا يعني من ناحيه كده طبعا. معنى كده سمحت حضرتك كابتن الزمالك فاز بالظلم النهارده؟ لا انا ما اقدرش اقول كده، انا قلت كده، انت بتقولني كلام، انت بتقولني كلام انا ما قلتوش. ضربه جزاء من وحي الخيال، لكن في جول تاني جه، ايه المشكله؟ انت بتقولني كلام ما بقولوش، امال ايه بقى؟ طيب يعني مفيش عدل يعني والله انت تقول بقى. انا اتظلمت كتير جدا على الاقل في 15 17 بونت السنه اللي فاتت امبي. طبعا يعني، لا طبعا انا اتظلمت، لا 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 لا، انا بتكلم عن فرقتي. احنا الحمد لله لاعبتنا واقفة على رجليها بشكل جيد جدا. الشوط الثاني نص على الاقل احنا مسيطرين وزنقين الزمالك في نص ملعبه. اعتقد ان احنا هنظهر بشكل جيد جدا الموسم ده باذن الله، بالرغم من ان انا يعني في التدعيمات اللي جات لي عندي اصابتين اثروا على فرقتي بشكل كبير جدا، حسام عرفات واحمد يوسف، عندي دول عنصرين مهمين جدا اثروا في تفكيري وفي استعداداتي وفي رؤيتي لشكل التيم السنه دي، كانوا هيفرقوا معايا بشكل كبير جدا. الاجانب لسه جايين من 5 ايام. لا بس هقول لحضرتك على حاجه، مفيش فرص للزمالك، يعني مفيش فرص مؤثره
نهائي للزمالك طول الشوط الاول، لان احنا قافلين كل المنافس، قافلين عليهم. كتر خير، كل ما بيلعب قصاد الزمالك بيتظلم، مش هو بس، لا وسموحة والمقصة والاتحاد وكله، مفيش فرقة قدام الزمالك لما بتتظلم تحكيمية، في ايه؟ في ايه؟ فهمونا، لا رجعوا لنا مرتضى منصور، ما هو معاه وجود مرتضى زي عدم. مين بيرهب الحكام؟ لصالح لمين؟ لصالح مين؟ معلش يعني لصالح مين؟ كل مباراة ضربة جزاء وهمية للزمالك، احنا لسه بنقول يا هادي مش كفاية الموسم اللي فات والأونطة وقلة الأدب اللي خدناها من نادي الزمالك ومن التحكيم الزملكاوي. الراجل بيقول لك احنا كنا محصنهم وكنا أحسن منهم. قال له أنت يعني أنت الزمالك فاز بالتحكيم؟ قال له أنا ما قلتش كده، كان في ضربة جزاء وهمية والزمالك جاب جول تاني، بس لولا الجول الأولاني ما كانش الدنيا اتفتحت عند حلمي طولان. حلمي طولان عايز يعوض الهدف اللي جه فيه، عايز يدرك التعادل، فقرر ان هو يهاجم اكتر ويلعب اكتر. كونك ان انت تدي ضربه جزاء وهميه تبقى مدي ضربه جزاء ومحمود علي يستحق الطرد وما تطردوش، يبقى دقيقتين وقت ضايع وتلعب لغايه الدقيقه 52. في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ارحمونا ارحمونا، قلنا جاي من التحكيم، قلنا جاي من السنه اللي فاتت، في ايه؟ ايه الحكايه دي؟ هو الزمالك كسر عين الحكام؟ فهمونا، الدوله عايزه الحكام هي اللي تحكم للزمالك وتفوزها تاني؟ لا خلاص انتهى الامر ده. خلاص اللي حصل السنه اللي فاتت مش هنسكت، وهنتكلم في كل تافهه وكل كبيره وكل صغيره عن التحكيم لصالح الزمالك وضد الاهلي، هنتكلم ومش هنسكت ومش هنسيب اي حاجه. طيب خلصنا من الفقره بتاعت حلمي طولان، تعالوا نشوف لاول مره مدحت شلبي بيتناول حبوب الشجاعه وبيعترف وبياكد ان الزمالك فاز بالحكام والحكم ظلم انبي وجه لصالح الزمالك. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مدحت شلبي قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. قالوا لي بالحق اسالك على ضربه جزاء الزمالك، معلش بالمره بتاعت النهارده. الحقيقه وكل صدق انا ضربه جزاء 50 50 فيها شك. 50 50 50 عشان اكون صادق معك بكل امان. انما على العكس تماما، لعبه سموحه والاتحاد في جزاء 100% لا غبار عليها. مباراه الزمالك لا، الكره فيها شك للامانه يعني. يا كابتن مدحت اديني فرصه ان احنا نشوفها من خلال تقنيه الفار اللي بيجيبوا لنا صور معينه. وهقول لحضرتك بشكل كبير اذا كانت ضربه جزاء او لا. هي الحقيقه كمان واضحه في الاعاده جدا قدامي هنا، هي مش ضربه جزاء اطلاقا يعني. لو هل الفار اكد مع الحكم لان شاف حاجه احنا ما شفناهاش؟ عشان كده بقول لحضرتك بدي بعض الاحتماليه ان ممكن تكون وممكن لا 50 50. طب ايه المانع ان الحكم النهارده بعد ما قرر ان هي ضربه جزاء انه يروح يتاكد من الـ من الـ من الفار، بما ان هو قرار يعني قرار مصيري يعني. ما هو الفار يا كابتن مدحت التدخل فيه لازم يكون في الحالات الواضحه 100%. لا انا ما بقولش ان الفار يتدخل، هو دلوقتي هو اللي حسبها مظبوط؟ الحكم حسبها. طيب ما دام حسبها الفار اداله اوكي عليها مظبوط؟ الفار بيديله كونفرميشن يعني. بيديله كونفرميشن. هو برضه بما ان احنا في حالات معينه بما انه اتفضل. لو ما عندوش لقطه واضحه تقول ان ده مش خطا. لو عنده لقطه واضحه تقول ده مش خطا، ان ده خطا لازم بيستدعيه عشان يغير قراره. لكن لو عنده دوت شك زينا كده ما يقدرش يستدعيه، لازم يستدعيه ويكون عنده كلير ايفيدنس، لازم يكون عنده دليل واضح ان ما فيش ضربه جزاء. وهو يعني الفار لو ما استدعاهوش وهو اخذ القرار انه يروح يبص بنفسه، حد هيقول له لا؟ لا ما حدش هيقول لا، بس هو الحكم ايه المانع يا كابتن عصام؟ يعني اذا هو زاويته مثلا مش مساعداه 100%. ما هو الحكم في الملعب يا كابتن رضا، يا كابتن اسف يا كابتن مدحت، الحكم لما بيحسب على اساس ان هو شايف بشكل كويس، فده قراره اللي خده في الملعب من خلال زاويته هو، زاويه الرؤيه بتاعته هو. هو عنده تاكيد ان هي ركله جزاء الحكم بدليل انه حسبها. والله يا كابتن يعني انا بتصور انه قرارات المصيريه، بصرف النظر ان نتكلم من زمالك اهلي ما نقصدش نادي يعني، لكن بتصور القرار ده قرار مصيري زي ما انت عارف يا كابتن اسامه. انا معاك وبالتالي يعني لا مانع، لا مدام جت عندنا فرصه عظيمه ان احنا نراجع. يا كابتن بروتوكول الفار بيمنع التدخل في كل الالعاب الا في الالعاب الواضحه زي الشمس كده. فده البروتوكول بتاع الفار. لكن لو هناك شك في دوت
نوعا ما ما يتدخلش الفار. بس البروتوكول الدوري ما هوش عارف ان الفار كلم الحكم قال له ايه، ما يعرفش. خلينا برضو احنا ما زلنا يعني عندنا مستويات عظيمه وكل حاجه، لكن برضو عندنا اخطاء اكيد. عشان نحاول نتجنب الاخطاء دي يا جماعه، انا بكلم الحكام، حكام الساحه، يكون في ضرب الجزاء حتى لو انت حسبتها صفرت وبعدين الفار اداك عليها كونفيرميشن، اداك عليها موافقه في ودنك، حد السامع هو قال لك ايه وانت سمعت ايه، محد السامع، اعتبر ان هو قال لك روح اتاكد، اعتبر انه قال لك كده، حتى لو هو قال لك اوكي مفيش مانع، لان دي او ده قرار مصيري لمباراه، قد تكون ضربه الجزاء دي هي الفاصله في نتيجه المباراه، هدف خلصت بيه المباراه مثلا يعني. وبالتالي ايه المانع؟ اذا كنتش انت متاكد مليون الميه ما ينقصوش واحد انه في احتمال خطا، يعني اللعبه بتاعت ام بي دي النهارده كابتن حلمي اتكلم بمنتهى القسوه في المؤتمر الصحفي على ضربه الجزاء دي، وقال هنرجع زي السنين اللي فاتت وكذا وكذا وكذا، وبصراحه عنده حق، بصرف النظر ان الزمالك اللي جه عنده ولا كان الاهلي او غيره هنقول نفس الكلام مش هنغيره، انتوا عارفين. لكن انت واقف في مكان كويس ما اختلفناش، لكن الكابتن عصام نفسه الحكم الدولي الكبير ورئيس لجنه الحكام قال فيها وعليها، قال لك 50-50. ما دام قال 50-50 يبقى كل الاحتمالات وارده في هذا الامر، يبقى ايه المانع ان انت تروح تبص على الشاشه مره ثانيه؟ ان انت هنا يعني سوري في اللفظ انت بتخلص على الفرقه، انا اسف في الكلام يعني. وبرده مره ثانيه محدش زملكاوي يفهم ان انا بتكلم عشان ده هدف للزمالك، لو كان للاهلي اقول نفسي كله حافظني وعارفيني يعني، كلام بنقوله على اي نادي. فهنا لا مانع اطلاقا ان انت تعتبر البروتوكول بيقول لك لو الفار اداك كونفرميشن على قرارك، تاكيد على قرارك، امشي مع قرارك، ماشي يا سيدي، بس ما حدش سامع هو قال لك ايه. انت لو مش متاكد، مش 100% مليون في الميه ان هي ضربه جزاء، ايه المشكله ان انت تاخد دقيقه ولا دقيقتين وتروح للشاشه تبص عليها ويبقى ضميرك خالص مليون الميه وتاخد القرار بعد ما تشوف؟ ايه المشكله ان انت ترجع في قرار؟ ايه المشكله لما الفار اتعمل عشان رجوع في قرار او تاكيد قرار؟ انا برجو الحكام يا جماعه يعني علشان الموسم كده يبتدي على الهادي ويبقى حلو وجميل. احنا زي ما قلنا في البدايه الموسم بدا حلو والكره حلوه واهداف غزيره ومفيش ماتش من غير اهداف، حاجه جميله جدا جدا افتقدناها قبل كده الحقيقه يعني. فعايزين الصوره تكمل بتحكيم منضبط 100% ماشيين كويس، والحكام النهارده وامبارح بشكل عام ممتازين، لكن ما يحصل خطا في رايي ده خطا والخبر قالوا كده، يبقى لا مانع ان احنا نمشي مع القاعده اللي انا بقول نتمنى ده. قلبي قال بطريقه مهذبه اللي احنا عايزين نقوله، الحكم المفروض يروح للفار يروح يبص ويقول له هات لي اللعبه من اولها خالص، مش تجيب لي اللعبه وهو بيتشنكل، لان وقت الزقه وقت الزقه ها ما جابهاش، المفروض الحكم يجيب له الزقه واللعبه اللي قبل. فاكرين ازاره لما قطع التيشيرت وقال مش عارف ايه، قال له فكان خالد الغندور والعيال المرتزقه وشله المطبلاتيه قالوا لك لا هات اللعبه من اولها، ما هو الحكم ما جابلوش اللعبه من اولها، عشان كده دبس الحكم جاب اللعبه اللي داخل ال 18 بتاع ازاره في الترجي، فاكرين؟ ما جابش اللعبه الاحتكاك ما بين المهاجم والمدافع والاثنين ضربوا بعض بره ال 18. انت كمان هات اللعبه الواد بيزق، ده المفروض الجزيري ده ياخد كارت اصفر ان هو بيزق واللاعب بتاع انبي وقع اتزحلق، مش كده وبس، ده كمان اوباما ما حدش لمسه وطار في الهواء عمل نفسه ان هو معمول، المشكله ان في فار وفي فيديو. ايه كم الاسفاف اللي انتوا بتعملوه ده لصالح نادي الزمالك؟ هتستفادوا ايه لما دوري يبقى ملوث ومشوه؟ عايزين ايه الزمالك ياخدوا 3 4 دوري بالتحكيم؟ فوقه كفايه الكونفدراليه اللي خدها اوانطا، وكفايه ان هو راح خد كاس مصر من سموحه اوانطا بهدف كابونجو كاسونجو، ايه الحكايه؟ في ايه؟ واعلام الزمالك اللي المصف الكذاب اللي ما يطلعش يقول ويعترف ان في غلط ضد انبي على ضربه الجزاء الوهميه اللي اخدها نادي الزمالك. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاوي على اليوتيوب.
بشكركم مره واتنين وتلاته وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.